دشنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 6 خدمات إلكترونية جديدة ستضاف إلى خدماتها المقدمة عبر المركز الإلكتروني لخدمات المشتركين لتصل إلى 25 خدمة إلكترونية. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت السيدة أمل مبارك ثاني القائم بأعمال مدير مراكز الاستقبال بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن إضافة العديد من الخدمات الإلكترونية تأتي في سياق الرؤية التي تتبناها الهيئة في التسهيل على المستفيدين من خدماتها. في ظل التوجهات الحكومية بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نحو التسهيل على المواطنين وتذليل الصعاب لهم، وبتوجيهات من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي السيدة إيمان المرباطي، تقوم الهيئة باستحداث نظم وخدمات جديدة تسهيلا للمواطنين. ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قامت الهيئة باستحداث المركز الإلكتروني لخدمات المشتركين الذي كان بمثابة مركز استقبال متكامل يستطيع المراجع أن ينجز به معاملته وهو في منزله دون الحضور، دون الحاجة للحضور الشخصي للهيئة.